أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ونتمنى يكون هذا الجمع العام جمع خير، ولا بد قبل التطرق الى المجلس الاجتماعي اليوم او مجلس الجمعيه هذا ان نعطي الكلمه لبعض الاخوان، وخاصه موسيقيه عين حرونة باسم المجتمع المدني، لتنوير الراي العام او الراي المحلي كذلك حول بعض المشاكل والاكراهات التي تعاني معها المنطقه، سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي او الريادي كذلك. ويحضر معنا كذلك الاخ انيس اسم الموسيقية اللي غنعطيو الكلمة من خلال كذلك لقاء الأخير مع السيد العامل، ومن خلال كذلك إبراز جميع المشاكل اللي همت جميع القطاعات. فليتفضل مشكورا. شكرا سيد كيف. في البداية تحية أوجهها لجميع الحاضرين الذين تكلفوا عن المجيء إلى هنا، وهم مشكورين مسبقا. لا أعطيكم أن جديد هيكل كلمة استقلال بعين حرودة يأتي في ظرفية خاصة، هي ظرفية تستدعي منا كثيرا من المواكبة وكثيرا من الاهتمام. وبطبيعة الحال هذا التجديد ما هو إلا الأثر الأول لمواكبة الاستقلال لما يقع في عين حرودة. كلنا نعلم أننا مقبلون على أهم ملف في المنطقة، هو ملف إعادة لواء قبلي دور صفيح الذي أتى بناء على قرار النزعة الملكية. قرار النزعة الملكية شمل الكثير من المتدخلين والكثير من المتضررين. هناك الملاك، هناك ملاك الأراضي الموزوعة الملكية، هناك قبيل بدور الصفيع، هناك قبيل بدور الأملاك المحتلية. ودائما كان حزب الاستقلال من الأحزاب التي اهتمت بهذا الملف لأنه يلتقي مباشرة مع مصالح الساكنة. إضافة إلى بعض الأحزاب الأخرى بطبيعة الحال لا نريد أن نقصد أي أحد. تجديد هذه فرحة الاستقلال يبتدئ من هذا اليوم بعد إعادة تجديد أو تجديد فرحة الاستقلال، يتبعه مباشرة تجديد الشبيبة الاستقلالية، منظمة المرأة الاستقلالية، وكذلك منظمة الشاب المغربي. إخوة الحضور، عين حرودة تعيش على صفيح ساحل، هناك إكراهات، هناك نقص كبير على المستوى في جميع المجالات، ما هو ثقافي، ما هو رياضي، ما هو تربوي. تطلعات ساكنة كبيرة لكن إمكانيات قليلة، ما يزيد في الطين بلة هو ضعف المجلس البلدي، غياب استراتيجية بنيوية وتنموية
للمجلس البلدي. هذا يستدعي من أجل التغلب على جميع هذه المشاكل، يستدعي اهتمام الشباب والساكنة بصفة خاصة، اهتمام بما هو محلي، اهتمام بتتبع الشأن المحلي من أجل نصرة قضايا، كما يقول المثل العربي ما حكى جلدك مثل ظفرك. يعني الآن وجب علينا جميعا وقاطبة أن نشمر على زوائدنا، أن نهتم بما يهمنا نحن فقط. من يجب أن يقوم القاطرة، قاطرة التنمية، ونتمنى بإذن الله أن يكون تجديد هذا الفرع هو بداية جر القاطرة إلى أمام. لما؟ لأن أول ما سعى إليه الإخوان عند تجديدهم لهذا الفرع لهذا الحزب العتيق والحزب الكبير هو استقطابه ودعوته لجميع الكفاءات المحلية في هذا الحزب مستقبلا. لا يوجد مكان لمشكار، لقد ولى زمان مشكار. الآن من يجب أن يتولى المسؤولية ويقود المسؤولية ويتحملها هم أبناء المنطقة، هم طاقات المنطقة وكفاءاتها. كل كفاءات محلية مدعوة لأن تساهم في التغيير، والتغيير لن يتأتى إلا بالانضمام إلى والاهتمام بما بالشأن المحلي وتحمل المسؤولية. لا يمكن أن ننتظر التغيير ونحن نتفرج من بعيد. كلكم مدعوون للمساهمة، المساهمة الحقة التي تتأسس وتتوقف على منح الإضافة وليس فقط التفرج من بعيد. الكلمة نائبة وكعضو في اللجنة التحضيرية والمجلس أو المكتب الفرع الذي سوف يتأسس بعد قليل يعينكم أنه يمنح جميع إخوان إمكاننا للمساهمة عن طريق إما العضوية في الهيئات ديالو الدولة التنظيمية، فرع الاستقلال، منظمة الاكتشاف المغربي، منظمة المرأة الاستقلالية، شلال الاستقلالية، أو عن طريق اللجان التي تتبع هذه المنظمات أو عن طريق الانخراط. ونتمنى أن نسير في درب الديمقراطية. الديمقراطية يجب أن نكون ديمقراطيين بيننا، لا نسعى أو لا نطالب بالديمقراطية التي تمنح. نحن نريد أن نكون ديمقراطيين، والديمقراطية لن تكون إلا بالإنصات إلى الآخر. إخوة الحضور، هذه سنة 2012 و2013 كانت سنوات حاسمة كثير من المبنى على رأسها موضوع حتى طبيعة الحال، على رأسها المثبات التي اشتغل عليها المجتمع المدني واشتغل عليها جميع الفاعلون الجمعويون والاجتماعيون، دار الثقافة، المجالات، ما هو الرياضي، القاعة، ملاعب القرب، كان هناك خطا، مجال المبادرة الوطنية، الآن الكرة بين أيدينا وبين أيديكم، وأنتم فقط من سوف يحقق الإضافة ويسعى إلى توفير الأرض الخصبة لبزوغ غد جديد ومشرق. حتى لا أضيف ربما تأخذ كلمة إخوة الآخرين إضافة أخرى، نسعى أترك الكلمة للسيد كاتب فرح الاستقلال أن يعطي نبذة على المجهودات التي قام بها الاستقلال أو النشاط التي ظل يواظب عليها قبل أن نمر إلى فقرة أخرى. طبيعة الحال حزب الاستقلال كان دائما حاضرا بوجهان المواطن المغربي بكل صراحة، وكان المشكل اللي هو مطروح ثانيا على مستوى هذا الحال ولو مشكل السكن او اعادة ايواء مدن الصابع، هذا مشكل مطروح بعدة، وكان حزب الاستقلال سباق لطرح هذا السؤال على مستوى مجلس المستشارين، وكان كذلك حزب الاستقلال سباق الى طرح هذا المشكل عبر جميع الجرائد، وكان كذلك حزب الاستقلال سباق لطرح المشكل في جميع مناسباته داخل مدينة الدار البيضاء. هنا حزب الاستقلال هو حزب المواطن المغربي، حزب المواطن الضعيف، حزب المواطن الذي يريد العيش الكريم. بعد ربي كنت كما تعلمون مستشار مجلس البلد، وكانت لدي شخصي اثار صحيح على مستوى تقييم العمل كعبد ربي المستشار، وخلوا لي جميع المنشات الرياضيه الحمد لله بعد الحروجه فكانت من طرف عبد ربي بالاضافه الى بعض الاعضاء الذين يغيرون على هذا المنطقه. كذلك تقلدت منصب رئيس مجلس دار الشباب للولايتين جلس حافلة بالأنشطة والإصلاحات،
كانت دار شباب عبارة كل فرع عن كولي، ولكن الحمد لله تقلت مهام ديالنا إلى مشتقة لجميع الإخوان والمكتب اللي كان معايا والسيد رئيس المحمدون مدير دار الشباب اللي كان شكروه صراحة، والإخوان اللي كانوا معنا نسب بدلنا مجهودات كبارة من أجل على الأقل الرقي بهذه الدار هذه، من أجل كذلك على الأقل الشباب ديال عين حمودة يجيو لدار عين حمودة أو مجلس دار عين حمودة يكون يليق بهذا الشباب. فهناك إنجازات كبيرة وكثيرة، لكن المهم هو المستقبل بكل صراحة. دستور 2011 كان واضح، دستور 2011 كان دستور الشعب المغربي بامتياز، كان دستور 2011 كان دستور ديال الشباب المغربي، فلا بد أن يكون الشباب المغربي شباب حاضر بقوة في تدبير الشؤون المحلية أو الوطنية أو الجاوية، فلا بد من الشباب المغربي أن تكون له الكلمة في جميع التحديات المستقبلية، سواء العيش الكريم، سواء إغناء الرأي العام أو المحلي، إعطاء صورة موجزة واقتراحات وتصورات من أجل النهوض بالمناطق ديالنا. إذا الشباب المغربي هذه مناسبة كذلك ليكون فرح للحزب الاستقلال، هو مناسبة لإعطاء فرصة للشباب المغربي أنهم يتقلدوا المهام ويتقلدوا المناصب، وبطبيعة الحال بفضل الخبرة ديالهم والتصورات ديالهم أنهم لابد أن يكونوا حاضرين إن شاء الله في تدبير الشأن المحلي ديال عين حمودة، ولابد أنهم يكونوا حاضرين إن شاء الله في الانتخابات المقبلة، لأن اللي بغى يوصل واحد الرسالة للإخوان اللي هما غاطين بالعكس خصني ياخذوا بعين الاعتبار، انخراط السياسة هو انخراط واجب، لأن الإخوان خصهم ينخرطوا بواحد توعية كبيرة باش يوصلوا للمجلس البلدي، لأن التمثيلية داخل المجلس البلدي هي تمثيلية المواطن، ملي كتدخل المجلس البلدي أصبح لك القرار، القرار ثم القرار، أما تبقى خارج المجلس فليس لك قرار، قرارات بالفعل المجتمع المدني حاضرة، لكن يجب أن تحضر القوة داخل هياكل المجلس البلدي. فأتمنى أن انتخابات 2015 ستكون انتخابات مغايرة بالنسبة لعين حمودة، فتكون انتخابات شعبية بالنسبة للشباب ديال عين حمودة، أنه ينخرط في هذه المرحلة ويسجل الحضور ديالو ويدخل للمجلس، لماذا؟ لأجل الدفاع عن حقوق المواطنين ديال عين حمودة، وحتى لا أطلع عليكم، فلا بد أن أعطي الكلمة إلى صديقي وأخي محمد. تحية للحضور الكريم. كنتمنى من الله انه يكون في عين حرودة منكم واليكم، بغينا نسجلوا افتتاح الحزب على الطاقات الشابة وعلى النخب وعلى الكفاءات بالخصوص، المعيار اللي بغينا كنتمنى انه يتحقق في حزب الاستقلال، على عكس بعض الممارسات اللي كانت في احزاب الوطن الاخرى مع الاسف، كنتمنى ان حزب الاستقلال يكون حزب الكفاءات وهي المعيار اللي غادي يكون عندنا، انفع واحد للمنطقة هو اللي يستحق يكون في المقدمة وكلنا غنمشيو معاه إن شاء الله الرحمن الرحيم. حنا بتأسيس بتشكيل هذا الفرع كنا عندنا انطلاقة جديدة، حيت الشيخ حزب عريق، لكن كنتمنوا نعطيو واحد الانطلاقة وواحد النفس جديد ونحييو الدماء عن طريق الشباب والشابات من ولاد من خيرة أبناء المنطقة، والشكر. بغينا نفتحوا واحد النقاش معاكم ضروري نتوما حتى تدخلات، شنو نعرفوا شنو وجهه نظر ديال الاخوان، لان حنا كنتمنى تكون حنا تلاقينا وغنبقاو تلاقى هاد الوجود، انا متاكد ان خدام غاتشي بقاو هاد الحضور غنبقاو كثر، وهي هاد الحضور شكون اللي شنو اللي يجيبو كيفاش غيتباع عن طريق العمل، ضروري بدنا نسمعوا بعض التدخلات ديال بعض الاخوان ربما تكون شي اسئله واستفسارات، عاد غندوزو لانتخابات المسلمين وغادي نضربوا تاريخ اخر انتخاب المراه الاستقلاليه والشباب الاستقلاليه. الكلمه الان المفتوحه. شكرا اخي، السلام عليكم. غادي نكون كلمه من الفرع ديالنا باش نكونوا واضحين، احنا بغينا ديال الفرع ما بغيناش يكون هباء منثورا كما كيكون اي جديد، بغينا الذات بغينا الجديد، بغينا الكلمه ديال الشباب تحضر بقوه كما كنتعرفوا وكنعرفوا كاملين بان المنطقه ديال عين حمودة هي منطقه مهمه معنى الكلمة، الناس ما عندهاش حق تبين، الناس ما عندهاش حق تدير بزاف الحوايج، بيتينا وبيتيكم بيت كاع الناس ديال المنطقة كنتمناو أننا كنتمنا يد في يد نمشيو لقدام، حنا بغينا نكونوا فرع واعي قاري، ناس واعية شنو تدير، حتى لو ضعتوا فينا الثقة ما تكونش
الموسيقى غير هكا الناس كتجي كتصوت كتمشي كتقدر بعد مرات كتقدر مصاريف بعد مرات غير كتفوت لا حنا الا كنا نجيو نديرو كيما هادوك الناس يدارو راه ما كاينش شي فرق علاش نكونو حنايا شباب واعي ونكونو ناس بغاو صغير بغاو يجسدو بغينا نديرو شي حاجة اللي ما دارتش بغينا فرع في العين حروقة يسمع يسمع في المغرب كامل بغينا نزيدو قدام حنا ما غاديش نقولو غنصفو الشوارات وغن هاديك الهضرة كاملة نحفظوها بغينا نخدمو أكثر من الهضرة حيتاش إلا كانت الخدمة الخدمة ماشي هي الهضرة الهضرة راه ساهل باش نهضرو كاملين ونقولو راه غنديرو 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 ونبقاو داويين ونتفقو ساهلين ولكن إلا كانت الهضرة الخدمة صافي بلي ديكا وشكرا شكرا أختي وقف التدخلات اشترى بحث إلى مكان